كتير منا يا ثالث بنشاهد مباراة كرة القدم بيجي الحكم بيرمي قطعة نقدية وكل فريق بيختار يا صورة يا كتابة طب انت لو اجيت قمت بهاي التجربة شو يعني تجربة؟ يعني انك انت تقوم بعمل انت مش عارف نتيجته التجربة تقوم بعمل مش عارفين نتيجته زي رمي قطعة نقد انت لما ترميها تعرف شو رح تطلع لك لا ما بنعرف احتمال صورة احتمال كتابة هاي بسميها تجربة اي اشي بعمله انا مش عارف نتيجته بسميه تجربة طيب اذا انت قمت بتجربة رمي قطعة نقد عشر مرات بدك تسجل مثلا النتائج اللي طلعت فيها مثلا زي ما قام عندي أو قامت عندي وداد وداد رمت قطعة نقد عشر مرات للأعلى عشان تسجل كل مرة كم شو طلع لها وهي النتائج نتيجة أو ناتج التجربة سجلت شو طلع لها هون ما استخدمت انا طرح سؤال هون انا قمت بتجربة اللي هي رمي قطعة نقد طيب هلا بدنا نعمل جدول نبين فيه المعلومات المعطاة خلينا نعمل جدول هون اللي هو هي زي هيك اه تجربة رمي قطعة نقد وهون الاشارات طبعا هون راح يكون عندي صوره وهون كتابه تمام خلينا نشوف اول اشي كتابه بعمل هيك وبحط عندي الكتابه اشاره صوره 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 كتابه كتابة، كتابة، صورة، كتابة، كتابة، هاي أنا عملت الجدول، آه جدول الإشارات، طيب أجيب عن الأسئلة. ما عدد مرات رمي قطعة النقد؟ كم مرة رمتها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر مرات عدد مرات ظهور الصورة كم مرة ظهرت الصورة؟ هيا عندي أربعة الكتابة كم مرة ظهرت عندي؟ ممتاز ستة بكم يزيد عدد مرات ظهور الكتابة عن مرات ظهور الصورة؟ مرتين مرتين تمام اذا هذا اللي عملته انا هاي التجربه وهون كان سؤال اذا من طرق جمع البيانات عندي طريقه التجربه والطريقه الثانيه اللي هي طرح السؤال طرح السؤال اذا عندي طريقتين يا تجربه او طرح سؤال هون احنا سالنا سؤال هون عملنا تجربه احنا مش عارفين نتيجتها تمام خلينا نشوف الأسئلة صفحة 94 السؤال الأول سألت المعلمة عددا من طالبات الصف عن الهواية المفضلة لديهن وحصلت على الإجابات المرفقة هاي الإجابات اللي حصلت عليها المعلمة إذا هون أنا كيف است... أخذت هاي المعلومات عن طريق إيش سؤال سألت طيب أصمم جدولا أبين فيه المعلومات المعطى خلينا نعمل جدول هاي هون الهواية وهون الإشارات الهوايات اللي عندي اللي هي مطالعة عندي كمان الرياضة وعندي هون الرحلات إذا هاي هي الهوايات طيب نشوف اول وحدة اول طالبة إيه الرياضة راح اعمل هيك واحط عند الرياضة شحطة المطالعة الرياضة الرحلات المطالعة المطالعة الرياضة المطالعة الرحلات المطالعة إذن أجيب عن الاسئلة التالية اي الهوايات أكثر تفضيلا لدى الطالبات زي ما احنا شايفين المطالعة تمام اي الهوايات اقل تفضيلا اللي هي الرحلات ممتاز هون في عندي تجربة اللي هي المؤشر خلينا نشوف أجرت رغد تجربة تدوير المؤشر على قرص دائري عشرين مرة وتسجيل إشارة أمام اللون الذي يتوقف عنده المؤشر في كل مرة فحصلت على جدول الإشارات شوفوا شو عملت عند المؤشر أحمر أخضر أصفر أحمر أخضر أصفر عشرين مرة حركت المؤشر وحصلت على هاي الإشارات ما عدد مرات إجراء التجربة كم مرة؟ 20 طيب مع عدد مرات وقوف المؤشر عند اللون الأصفر، كم مرة وقف المؤشر عند اللون الأصفر؟ سبع مرات بكم يزيد عدد مرات وقوف المؤشر عند اللون الأخضر عن عدد مرات وقوف المؤشر عند اللون الأحمر؟ الأخضر قديش؟ خمسة، والأحمر قديش؟ تمانية إذا هون كم مرة بيزيد عدد مرات وقوف ال المؤشر عند اللون الأخضر عن عدد مرات الوقوف في مؤشر عند اللون الأحمر ثلاث مرات إلى هنا طبعا هذا السؤال يعني هذا المفروض يكون في الصف بس إحنا كونه ما نقدر نكون مجتمعين فنكتفي بهذا القدر